سعداء جدا النهارده في معهد التخطيط القومي ان احنا ابتدينا تفعيل بروتوكول التعاون اللي تم بيننا وما بين التوب 50 وومن ومعهد التخطيط القومي، ان احنا نبتدي نشتغل مع التوب 50 وومن على سستينابيليتي ترانسفورميشن اكروس ديفرنت بزنسز. البروتوكول اللي تم ابرامه قبل كوب 27 تحديدا في 12 اكتوبر على مدار يومين امبارح والنهارده شهد تفعيل او اول خطوات التفعيل من خلال برنامج تدريبي خاص باعداد تقارير الاستدامه وفقا لمنهجيه الجلوبال ريبورتنج انيشيتيف العالميه، وهي المنهجيه الاكثر شيوعا وانتشارا في العالم. على مدار يومين مجموعه المتدربين خلال 16 ساعه اخذوا التدريب، والتدريب دوت بيتيح لهم فرصه السيرتيفيكيشن انترناشونال سيرتيفيكيشن من الجلوبال ريبورتنج انيشيتيف. سعيد جدا بان احنا ابتدينا بالمجموعه المنتقاه ديت، لان الحقيقه انا شايف انها مجموعه قادره على قياده تغيير واضح في الجمهوريه المصريه. Until now الحقيقه احنا شايفين ان المراه بتتصدر كل ادارات الاستدامه في كل القطاعات اللي بنشتغل معاها، وسعداء جدا بالتوجه دوت، وسعداء جدا بالتغيير اللي بيحصل على الارض معاهم. حابب اشكر جدا الاستاذه دينا عبد الفتاح وفريق العمل المعاون معاها، ودكتور اشرف العربي وفريق العمل المعاون في المعهد، لانه الحقيقه ده التمثيل وتجسيد للهدف رقم 17 الخاص بالشراكات من اجل التنميه المستدامه.